احنا محظوظين جدا ان قادتنا قريبين منا، واذا احنا كناس مسؤولين ما كنا قريبين منكم ما نستاهل نكون في المكان اللي احنا فيه. دائما دوروا على الاشخاص اللي ينمون فكركم، اهم فن هو انكم تسمعون وتنصتون. الحمد لله اني اقدر اعبر عن افكاري في بلادي بلغه عربيه واضحه. بعيونكم وفكركم اللي اهم من اي شيء احنا نشوف المستقبل. انا مش مهم عندي ولد فلان او علان، انا مهم عندي شو قدم للوطن. انا ما اقدر اخلص شغل بروحي، ما نقدر نكون انانيين في شغلنا، ولازم بعد ان نكون يعني فخورين فشلنا، ولكن الثقه دائما لازم تكون موجوده. واحنا باكر ما بنكون موجودين، انتوا اللي بتكونون مكاننا هني، ففكروا في هالشيء وفكروا كيف تكونون احسن واحسن واحسن عنها. شكرا.